Our Father who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. Lead us not into temptation, but deliver us from the evil one. In Christ Jesus our Lord, for thine is the kingdom, the power, and the glory forever and ever. Amen. Chem b'Christos Jesus ben shoy shli leflogi son ebe brosef kesta site even if I see it
من شبه ما تنطط في بف بس عنيف اوه نايتف نوتف يوتم بن شويس اوه بن نوتي اوه بن سوتي ايسوس بخريستوس جي اف اس كفازي نيغون اف اي بوي ثنيرون اف اريه ايرون اف شوب تنيروف اف تياسو ايرون اف تيتو تن اف انتن شا اهري اطاي اونو ثاي انثوف اون مارن تيهو اف هبوس انتف اريه ايرون خم باي اه او اث او وفاي نمني اهاتيو انتي بن انخن هريني نيفين إن جبي بان تكرا توب شاي سبنوتي بروسفكس هاستي كني أليسون ليب بشاي سفنوتي بي بان تكرا توب يوتم بن شايس أوه بنوتي أوه بن سوتي إسوس بخريستوس We thank you for everything and everything about us help but God got us exalted to support us and has brought us to this hour. Pray that God may have mercy and compassion on us, hear us, help us, and accept the supplication for your blessing. For that which cannot be ever at all times, and forgive us our sins. Lord have mercy. من أجل هذا نسألطلب من صلاحك يا محب البشر. امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلامة مع مخافتك كل حسد كل تجربة كل فعل الشيطان ومؤامرة الناس الأشرار وقيام الأعداء الخافين والظاهرين انزعها عنا وعن سائر شعبك وعن هذه الكنيسة وعن موضوعك المقدس هذا أما الصالحات والنافعات فارزقنا إياها لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العاد كريا ليسون تنقوش تيم فيوت نيم بشيري نيم بابني إف مسؤوم تترياس سؤوم إن أموس يوت شيري تيك لسي Okay, so on.
Father of our Lord and Savior, Jesus Christ, we ask and treat your goodness, O Lord of mankind. Remember, O Lord, the souls of our father, brother, who have fallen asleep. To be generous, to have good, even to him more. Then if not, in Christ, we shall be. Yen yuzi ethoab en arshe biskubus ken yuzi en ebiskubus en yuzi en eomenus ken yuzi em berezviterus nem nenes ne yu o en ziakon en yuzi em monechus ken yuzi en laikus Nem erigen Tiana Bausistir Senteni Christia Anus Ina Entib Christus Benuti Timtun Ennur Sishitiru Fembi Bradisus Entibunuf Enunzihun Entib Erbenaini Men Kyrie eleison. ربنا يحن نفوسهم جميعا في حضن أبان القديسين إبراهيم وإسحاق ويعقوب علهم في موضن خضرة على من راح فردوس نعيم الموضع الذي هرب الحزن والكآبة والتنهد نور قديسك أقمك سادهم في اليوم الذي رسمته كمواعيد الحقية غير كاذبة هب لهم خيرات مواعيدك ما لم تره عينه ولم تسمع به أذن ولم يخطر على قلب بشر ما عددته يا الله لمحبي اسمك القدوس لأنه لا يكون موت لعبيدك بل هو انتقال وإن كان قد لحقهم توان أو تفريط كبشر قد لبسوا جسد وسكنوا في هذا العالم فأنت كصالح محب البشر اللهم تفضل أنفس عبيدك المسيحيين الأرثوذكسيين الذين في المسكونات كلها من مشارق الشمس إلى مغارب ومن الشمال إلى الجنوب كل واحد باسمه كل واحد باسمه يا ربنا يحمى اغفر لهم فإنه ليس أحدا طاهر من دنس ولو كانت حياته من واحد على الأرض أما هم يا رب الذين أخذ نفوسهم نيحهم وليستحقوا ملكوت السماوات أما نحن كلنا فقبلنا كمان المسيح الذي يرضيك أمامك وأعطيهم وإيانا نصيب أمراث مع كافة قديسي يا رب رحم تفضل يا رب أن تحفظنا في هذه الليلة بغير خطية مبارك أنت يا رب يا إلهي بارنا وتزاد بركة واسمك قدوس مملوء مجد الأبد أمين فلتكن رحمتك علينا يا رب كمثل اتكلنا عليك لأن عن الكل تترجاك لأنك أنت لست تعطيهم طعامهم في حينه اسمعنا يا الله مخلصنا يا رجاء اقتل الأرض كلها وأنت يا رب تحفظنا وتنجينا من هذا الجيل والأبد أمين مبارك أنت يا رب علمنا عدلك مبارك أنت يا رب فهمنا حقوقك مبارك أنت يا رب أنر لي برك يا رب رحمتك دائمة لأبد أعمال يديك يا رب لا ترفضها لأنك يا رب صرت لي ملجأ من جيل إلى جيل أنا طلبت الرب وقلت ارحمني وخلص نفسي فأنا أخطأت إليك يا رب التجأت إليك فخلصنا وأنا نصنع مشيتك لأنك أنت هو إلهي وعندك ينبوع الحياة وابو نورك يا رب نعين النور فلتأت رحمتك للذين يعرفونك وبرك للمستقيم القلوب لك تجب البركة لك حق التسبيح لك ينبغي التمجيد أيها الآب والابن والروح القدس والكائن منزل بد ولا بد مين جايته والاعتراف للرب وترتيل اسمك يا رب علي أن يخبر برحمتك في الغدوات وحقك في كل ليلة Holy God, Holy Mighty, Holy Immortal, who is born of the Virgin, have mercy upon us. Holy God, Holy Mighty, Holy Immortal, who is crucified for us, have mercy upon us. Holy God, Holy Mighty, Holy Immortal, who rose from the dead and ascended to the heavens, have mercy upon us. Glory to the Father, the Son, and the Holy Spirit, now and forever. All the Trinity have mercy on us. All the Trinity have mercy on us. All the Trinity have mercy on us. O Lord, forgive us our sins. O Lord, forgive us our iniquities. Lord, forgive us our trespasses. O Lord, for the sake of your people, heal them for the sake of your holy name.
our fathers and our brethren who have fallen asleep, O Lord, repose their souls. O you are without sin, Lord, have mercy upon us. O you are without sin, Lord, help us and receive our supplications. For yours is the glory, the dominion, and the triple holiness. Lord, have mercy, Lord, have mercy, Lord, bless us, amen. Hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us today our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those trespasses against us. Lead us not temptation, but deliver us from evil one. Christ Jesus, our Lord, for thine is the kingdom, the power, and the glory. خيم بخريستوس يسوس بين شوي سامين الليل ويا شيريني تنتي وروس يسوس منو بين بارسين سنسين فينتي مسنوت تسماف بخريستوس شير سيت تسميس ينانين بيوين انطاف مي بخريستوس بين نوتي تي بارسينوس intercede on our behalf for Christ, whom you bore, that he may grant us the forgiveness of our sins. Deoti parsenos theoro emineni isini sherep shoshoente ben genos ari ekphonanin emme we ask you to remember us, our faithful advocate, before our Lord Jesus Christ, that he may forgive us our sins. Rimsul selim mariam, khinnifi uwit saim shoy sa'uwi, namim bismin ritis tobim uf eriegun. As David has said in the book of Psalms, the queen stood at your right hand, O King. Solomon mutieros chem bigo enteni goje tasonio taishfiri tabulisim mierusali. For he has given us a beloved and many items say it. Come out of your garden, O choicest aroma. Shirene uti barsenus tioro emin alisini shereb shoshonte ben genus arekfo nanin emanui. We ask you to remember us, our faithful advocate, before our Lord Jesus Christ, that he may forgive us our sins. Michael barchon nani fiowi ensof etu oyin shor bchenni taksis in angelikon efshem shim biem su emefshoy. God sends unto us his mercy and compassion through the supplications of Michael, the great archangel. وتكمل الأسمار بيت الباق ميخائيل لأنه قريب إلى الله يسأل عنه. All good honor and every perfect gift comes to us from on high, from the Father of light. فنسبح ونمجد ونسجد للثالوث القدوس المساوي الدائم إلى الأبد. Intercede on our behalf, O holy archangel Michael, the head of the heavenly, that he forgive us our sins. لم يكن في مواليد النساء من يشبهك أن تعظم في جميع القديسين يا يوحنا المعمدان. You are more than a prophet, exalted in righteousness. You are the partner of the bridegroom, the Lamb of God. شهدت للنور الحقيقي الذي أتى إلى العالم والذين يؤمنون باسمه صاروا أبناء النور. Intercede on our behalf, O forerunner and baptizer, John the Baptist, that he may forgive us our sins. Abestoino vente bengvios, shoshe volchem bikahi, izvenik aritinim bikujinahi, beniotis wabava misahi. And we smell the scent a long time ago, when we heard about you from our father.
صغيرا لك نعمة الله على وجهك فألبسك اسكي من رهبنا Oine garim big veios chafer oine ben veios o wati kipsishi es o abesto be jenne nepsishi Your life is amazing and your struggle is great Your splendor is exalted in the بقى بالحقيقة يا أبانا القديس البرامبة مسائيل السائح حبيب المسيح Pray to the Lord on our behalf our holy righteous Father above البابا كيرلس السادس الطوباوي بالحقيقة الذي ثبتنا في الإيمان الأرثوذكس الحقيقي Your name is a pride of your monk the strength in her mid The friend of the anchorites. من أجل هذا صرت لنا قدوة في الكلام في المحبة في التصرف في الطهارة في الإيمان Hail to you loving father who healed the sick and foresaw miracles and cast out demons. مبارك هو عهدك يا أبانا الطوباوي أعدت لنا جسد ماري ماركوس وعملت الميرون المقدس. Mary the mother of God appeared miraculously with doves and incense above her church in Zaytun. بنيت كاتدرائية جديدة والدير العظيم لمريمينا وكنائس كثيرة أما قلبك لم يستكبر مطلقا. You rose at dawn both in health and sickness to praise with the angels and your beloved saints. والآن أذكرنا أمام إلهنا ليكملنا مثلك في المحبة في الإيمان. Pray to the Lord on our behalf, our holy father, the patriarch of Kyrillos the sixth, that he may forgive our sins. Subin suiri sumsigun khinimat shusi tarikin khito tinshusi niptirin tisi otokos eto yimbar sinu sensei unibe. Ask of him whom you have borne our goods. شيرني أوتي بارسين وستيورو إمين أليسيني شيرب شوشون تبن جلو ساركفو نانين إمانوئي We ask you to remember us our faithful advocate before our Lord Jesus Christ that he may forgive us our sins. نعظمك يا أم النور الحقيقي ونمجدك عزرات قديسة ورات الله لأنك ولدتنا مخلص العالم أتخلص نفوسنا المجد لك يا سيدنا وملكنا المسيح فخر رسلك للشهداء تهليل الصدقين سبات الكنائس غفران الخطايا نبشر بالسيروس القدوس لاهوت واحد نسجد له ونمجده يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك امين Truly we believe in one God, God the Father, the تنجوش تفو الخايتين تأناستاسيسين تنيرب موت نمبيئون
خير تبي أونس نيو Sin zog sin tob nev matu ag
Tirsi saverin se eben se evio Isosin iboraneion tob nevmatu agio Kireios jestin obetir lalevsin te eben se Sen eboraneion tob nevmato agion Nimeios estin opetir exalevsin se eben se evio ondosin eboraneion Tob nevmatu agio Dimenos jestin Obetir rarav sinte Eben se Vio stavros en eboraneion Tob nevmatu agio Timeios estin Obetir imon fin se Ben se evio Fostir en iboraneion Tob nevmatu agio Sherestin yestin Obetir silapsin te Ben te evio Ondosen iboraneion Tob nevmatu Bimini volchem baiter ftina esmo ebekrane pshoisem bi eptir. Dakar. Remember your name and I was comforted, O King of the ages and God of all God. يسوع المسيح إلهنا الحقيق الذي أتى أجل خلصنا متجسدا. He was incarnate of the Holy Spirit and of Mary, the pure bride. وقال بحزننا وكل ضيقنا إلى فرح قلب وتالي الكل. Let us worship him and sing to his mother Mary, the beautiful dove. ونصرخ بصوت تهتال القائلين سلام لك يا مريم أم عمانوئيل. Hail to you Mary, the salvation of our father Adam. Hail to you, Mary, the mother of the refuge. Hail to you, Mary, the rejoicing of Eve. Hail to you, Mary, the joy of all generations. Salamu lak ya Maryam, farah habil al-bar. Salamu lak ya Maryam, al-adr al-haqiqiyya. Salamu lak ya Maryam, khalas nuh. Salamu lak ya Maryam, ghayr al-danis al-hadiyya. Hail to you, Mary, the
grace of Abraham. Hail to you, Mary, the unfading crown. Hail to you, Mary, the redemption of Saint Isaac. Hail to you, Mary, the mother of the السلام لك يا مريم تهلل يعقوب السلام لك يا مريم ربوة مضاعفة السلام لك يا مريم فخر يا هوزاي السلام لك يا مريم أم السيد Hail to you Mary the preaching of Moses Hail to you Mary the mother of the master Hail to you Mary the honor of Samuel Hail to you, Mary, the pride of Israel. السلام لك يا مريم سبت أيوب البار السلام لك يا مريم الحجر الكريم السلام لك يا مريم أم الحبيب السلام لك يا مريم ابنة الملك داود Hail to you, Mary, the friend of Solomon. Hail to you, Mary, the exaltation of the righteous. Hail to you, Mary, the redemption of Isaiah. Hail to you, Mary, the healing of Jeremiah. السلام لك يا مريم علم حسقيال السلام لك يا مريم نعمة دانيال السلام لك يا مريم قوة إلي السلام لك يا مريم نعمة إليشع Hail to you Mary the mother of God Hail to you Mary the mother of Jesus Christ Hail to you Mary the beautiful dove Hail to you, Mary, the mother of the Son of God. السلام لمريم التي شهد لها جميع الأنبياء وقالوا هو ذا الله الكلمة الذي تجسد منك بوحدانية لا ينطق بمثلية You are truly exalted more than the rod of Aaron, O full of grace. What is the rod but Mary? For it is the symbol of her virginity. حبلت وولدت بغير مبادعة ابن العلي الكلمة الذاتي بصلواتها وشفاعتها افتح لنا يا رب باب الكنيسة دعيتي يا مريم العذراء الزهرة المقدسة التي للبخور of the patriarchs and the prophets. مثل عصا هارون الكاهن أزهرت وأوسقت ثمران. For you gave birth to the word without the seed of man, and your virginity was not corrupted. لهذا نمجدك كوالدة الإله
اسألي ابنك لي يغفر لنا. أمين بقولون تتهيريني مينالين تكهيريني سمنينالين تكهيريني كننو فيناني بول غوري بول نقاجين تتي أكليسية أري شوفت روس النسكم شايني عمانو الإلهنا في وسطنا الآن بمجد أبي والروح القدس انت في اسمه إيرون تيرين انت في توغو إننيت انت في تاتشو النيشون انت ننسي شي نم سومات تنوش تموكو بخريستوس نم بكيو وتنا غصوص في كواكب الفردوس خادم الرب إيسوس ديادير البراموس بنيوت أفكر اللوس اختار عمانوئيل أثر أن يستقل ليكون خادم الإنجيل بنيوت أفكر اللوس He was nominated for the bishopric so he left the seminary preferring the wilderness our father Avakir Los he preferred solitude walked in its harsh road God granted him wisdom Our father of Akirillos أشفق عليه الآب صلى القديس برجاء سندت عينة السماء بنيوت أف أكيرلوس خرج الرهبان السبع فوهب نفسه للخدمة الذين طردوا بالقوة بنيوت أف أكيرلوس In the due time the monks return with joy to the monastery quickly our father of Akirillos he prayed in the windmill matins and vespers god granted him support our father of Akirillos ارشده عمانو القام بعمل جليل في درء انبا صموئيل بنيوت of Akirillos اخترت عناية الله ليكن راعي الروعة كان يبكي بمرارة بنيوت أفا كيريلوس Great is his struggle, wise in his counsel The Lord his God chose him, our father Ava Kirillos He heard the apostles saying He rebuked the slothful. He served his pure soul, our father Ava Kirillos. أشفق على القاطيع لم يتركه يضع رفقوا بقلب ودع بنيوت كيرلوس لم يخطب ود المدحين أرشاد المنافقين كان الرجل الآمن بنيوت أفا كيرلوس Truly humble lover of everyone friend of the angels our father Ava Kirillos he arose at dawn both in health and sickness to praise the Lord of hosts our father Ava Kirillos الله اشتمي صلواته وبخور مع أصوام قابلها قدامه بنيوت أفا كيرلوس السلام لرجل الصلاة السلام لمحب الإله وقابل الخطى بنيوت أفا كيرلوس Hail to the new Jeremiah of great asceticism Tears and groaning, our father Ava Kirillos, you were granted Moses' grace, priesthood of Aaron, wisdom of Solomon, our father Ava Kirillos. إلى النور هدانا
لصداقة مريمينا وكنيسته بناها بنيوت أبا كيرلس في مدة قصيرة قام بأعمال كثيرة بمعونة رب الخليقة بنيوت أبا كيرلو. He built the cathedral and many churches. He spread Christianity, our father Abba Kirillos. Amazingly he restored the relics of our beloved Saint Mark, our preacher, our father of Akirillos. المساكين أعطاهم المرضى شفاهم الحزانة عزاهم بنيوت أباكيرلوس أحب أهل الحبشة راعي الكنيسة عملهم بمحبة بنيوت أباكيرلوس. In the church of Zaytun the pure mother appeared in the era of this tender shepherd our father Avakirillos. He prepared the Meirun among the faithful. After many years, our father Avakirillos. انتقال الأبرار إلى السماء أصفر طلب رب الأنوار بنيوت أباكيرلوس ترقرق وثيقة أن يدفن في ديره بجوار شفيعه بنيوت أباكيرلوس. Heaven called to him, he responded to the call and departed to the fathers, our father Avakirillos. At the time of his departure, he said, God shall guard you. He completed his struggle, our father Avakirillos. Oskur wahdati l'ayman, waskurna fi kulli awan, amam Allah iddayan biniyut Avakirillos. Ya أبنائي التسبيح انظموا اليوم مادح لحبيب يسوع المسيح بنيوت أباكيرلوس. دمر اسمك في أخوة كل مؤمنين كل يقولون يا إله البابا كيرلوس أعنا أجمعين. أمين وجود رأس يوحنا المعمدان. يا زكريا الكاهن قم وتعالى وانظر إلى ابنك يوحنا وهو في الحبس من أجل الحق وكلمة الرب وكان يريد الموت على الصدق أفضل من أن يعيش بحياة رديئة ويوافق الملك في الظلم. إليه الجديد كقول الرب القديس يوحنا المعمدان الحقيقي وهو ملاك كنبوة القائلة هو أذن أرسل ملاكي أمامك وهو نبي وخادم وعابد وهو الناسك والشهيد. تلك الملعونة ابنة هيرودية مضت ورقصت أمام الملك وبهذا أعجبته مع الذين كانوا متكئين معه في العشاء المملوء إثما فحلف لها المخالف للنواميس أن يعطيها ما تطلبه فقالت أعطيني رأس يوحنا في طبق لأعطيها لأمي. فحزن الملك من أجل اليمين والمدعوين ولم يردها ونزع رأس البار وأعطوها للنجسة فأعطتها لأمها. It was because of their excesses that the head of John the forerunner was severed. Behold, his disciples carried the body and placed it in the tomb and followed the Lord. And on this same day, his head appeared another time, and Christ glorified it. It became like a soaring angel, castigating Herod and his sinful woman. Hail to John, son of the Carias of In, Karma of Judah. Hail to Saint the forerunner. Hail to the Baptist and the martyr.
Hail to the King of Emmanuel, our God. Hail to the prophet and the priest. Hail to the soldier and the preacher. Hail to the angel who came before the face of the Lord. Hail to the one who strove with the Spirit and the power to prepare the way of the Lord and straighten his path and ways. Hail to him who said that he who comes after me was before me, for he is earlier than me. Through his prayers, O Lord, grant us the forgiveness of our sins. في مواليد النساء لم يكن من يشبهك يا ابن العجوز العاقر قريبة يسوع الكاهن ابن الكاهن والمعترف الذي صار كروزا مبشرا لجميع الأمم قائلا توبوا فقد اقترب ملكوت السموات وأعطي سلطانا يصنع قواتا عظيمة. مخلصنا يشهد عن يوحنا السابق أنه ليس أحد أرفع منه في مواليد النساء لأنه هو الذي سبق أن يتقدم بالمجيء قدامه مبشرا لكل أحد لكي يعرفوا خالقهم صارخا قائلا إن الذي يأتي بعدي هو أقوى مني وهو مخلص العالم. ارتفعت جدا أيها السابق المعمدان أفضل من الكوكب المضيء بعظيم ضيائك إذ لما كنت في بطن أمك وهي حامل بك قدسك ملاك الرب وقد استحققت أيضا أن تسمع صوت الله الآب قائلا هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت. أنت موعد السماوات ببشارة الملاك زيانت البراري بهجة الأردن. أنت هو الديك الذي يصيح وقت إشراق النور اطلب من المسيح عنا ليغفر لنا خطايانا. Greater is the honor of John than that of all the saints, for he witnessed the Holy Trinity. Pray to the Lord on our behalf that he forgive us our sins. يحفظ بكولوس السادس بطريرك المئة وثالث عشر من بطريرك الإسكندرية. في مثل هذا اليوم أيضا من سنة 1687 للشهداء 9 مارس 1871 ميلادية تنيح الأب القديس البار بابا كولوس السادس بطريرك المئة وثالث عشر بطريرك الإسكندرية. ولد هذا القديس في مدينة دمنهور لأبوين تقيين بارين وكان اسمه عازر يوسف عطا وكان القمص سدوس البراموسي وهو راهب شيخ معتادا أن يزور تلك الأسرة وكان قد تنبأ مسبقا برهبانته. عندما كبر عازر كان يمارس الحياة الرهبانية في منزله كما كان مثابرا على قراءة الكتاب المقدس والمواضيع الكنسية والطقوس والألحان. وفي يوليو من سنة 1927 ذهب إلى دير البراموس حيث ترهبنا باسم مينا البراموسي. وفي 18 يوليو من سنة 1930 رسم قسيسا ثم التحق بالكهنة الكليريكية بحلوان. He joined the seminary at حلوان. When he heard that Pope Ioannis, the 113th Patriarch, intended to ordain him a bishop, he fled to Upper Egypt and stayed in Saint Shenouda Monastery in Suhag. He returned later on and met the Patriarch who agreed to his request to solitary life and assigned a pious monk, Hegumen Abdul Masih al-Baramusi, to be his spiritual guide. Then he lived in a cave, 1 hour walking distance from the monastery. He only came to the monastery Saturday night to take care of the elder monks, attend Vespers and the Sunday liturgy to partake of the Holy Mysteries. Early in 1936, he lived in a deserted mill on the Mukattam Mount in Old Cairo, where he delightedly held a daily liturgy. In 1941, he was assigned to be the abbot of Amba Samuel, the Confessor Monastery in Kakalamon Mount. He renovated the monastery, the church, and built new cells for the monks. The church was consecrated by the late Bishop Amba Athanasius
Urban Swift, who gave him the rank of Hegumen. In 1947, he returned to Old Cairo, where he built a church after the name of Saint Mina. In that church, several pious monks became his disciples. Many of them later on became bishops of the church. Because of his perpetual prayers and strong faith, he healed the sick, cast out evil spirits, and solved many problems for his visitors. When Pope Pius II departed, and after the long process of nomination, the elections were concluded, and an altar lot was drawn. The Anachorite Hegumen Mina El Baramosi was chosen to be the 116th Pope of Alexandria. His consecration his consecration took place on Sunday, May 10th, 1959, as Pope Cyril VI. In June 28, 1959, His Holiness consecrated a Patriarch Catholicos for the Vision Church to strengthen the ties between the sister churches. وفي نوفمبر سنة 1959 وضع البابا كيرلس حجر الأساس لدير مريمين العجيبي في صحراء مريوط ونقل رفاته الطاهر إليه. وفي سنة 1967 ميلادية قام بطبخ الميرون، وقد كان ذلك حدثا تاريخيا، حيث أن الميرون كان قد طبخ في الكنيسة القبطية 26 مرة فقط على مدار تاريخها. وفي يوم 2 أبريل سنة 1968 ظهرت والد الله السيدة العذراء على قباب كنيستها في الزيتون. وفي يونيو 1968 ميلادية جلب البابا كيرلس رفات القديس ماري مرقس التي بقيت خارج مصر لما يقرب من 11 قرنا من الزمان. ولما وضع هذه الرفات لتستقر في مزار بني خصيصا تحت المذبح الكاتدرائية العظمى للقديس ماري مرقس التي بناها البابا في منطقة الأنبا رويس بالعباسية، كانت هذه الكاتدرائية قد تم افتتاحها في احتفال مهيب حضره الرئيس جمال عبد الناصر الامبراطور الراحل هيليسلاسي مندوبون عن الكنائس من العالم كله. لم ينسى البابا كيرلس قط أنه الراهب الفقير مينا المتوحد، فكان طعامه بسيطا جدا، حيث كان في أيام كثيرة يأكل وجبة واحدة من الخبز الجاف والملح والكمون بعد أن يصلي القداسات في وقت متأخر من المساء. كما كان حريصا على إقامة تسبيحة نصف الليل يوميا، وكان قداسه اليوم هادئا وعميقا. God has accorded this pure father the gift of working great miracles even after his departure. When God wanted to give him rest from the afflictions of this present age, he had a brief illness, and on the day of his departure, he received a number of his children. He raised the cross and said, "May the Lord arrange your affairs." Then he delivered his pure soul into the hands of God, whom he served and loved. On November 25, 1972, his pure relics were relocated to the monastery of Saint Mina at Mariut, according to his handwritten will. On the day of the relocation of his relics, or his body, heaven honored him from the sky, thundered, and rain came down in such a way that had never been seen before. The blessing of the prayers of this Holy Father be with us all, and the glory be to God forever and ever. Amen. Yeah.
كتيبة أرسينوس Master Lord Jesus Christ, our God, who said to us saintly, honor the disciples of the holy apostles, many prophets and righteous men have desired to see the things which we see and have not seen them, and to hear the things which we hear and have not heard them. But bless your eyes for the seeing, your ears for the hear, be worthy to hear and to act according to the holy gospels through the prayers your saints. Pray for the holy gospel. سيدنا كل الذين عصونا مرونا أذكرهم في سؤالاتنا وطلبات التي نرفع إليك أيها الرب إله الذين سبقوا فرخت يا ربنا يحن مرضى يشفيهم لأنك أنت وحياتنا كلنا خلصنا كلنا رجاؤنا كلنا شفانا كلنا وقيامتنا كلنا هللويا Cosomento aglio e fange elio. Fismara tinji vitni ukhne francho sintinigom kre flogo so nok to kata lo kanagi evangelio to nagrozma. Zumsa sikire ye. Listen to the Holy Gospel, a reading from the Gospel according to our teacher, St. Luke, the evangelist, may his blessings be with us. Amen. From the Psalms of our teacher, David the prophet and the king, may his holy blessings be with us all. Amen. Hear a just cause. O Lord, attend to my cry. Give ear to my prayer, which is not from deceitful lips. Let my vindications come from your presence. Alleluia. Blessed is he who comes in the name of the Lord, our Lord, God and Savior, King of us all. Jesus Christ, Son of the living God, to whom is due glory forever and ever. Amen.
take heed to yourself. If your brother sin against you, rebuke him. And if he repents, forgive him. And if he sins against you 7 times in a day, and 7 times in a day returns to you saying, I repent, you shall forgive him. And the apostle said to the Lord, increase our faith. So the Lord said, if you have faith as a mustard seed, you can say to this mulberry tree, be pulled up by the roots and be planted in the sea, and its world, and it would obey you. Glory be to God for it. Marin washtim ben sotir bi mayrumen agas osjien sof afshinit kharuna iho af sotim mon binereye gon otin chasen nefteren titotokos mariyat mavin ben sotir tifken in novina nevol ar prins ve binereye gon obi arshi angelusis oab mikhailem arkhon in lani fi owin tifken in novina nevol ar prins ve binereye gon obrodro Mosim Baptistis, you and Nesbirifti, Omstefken in Novina Nivol. Obeim Shoiseri, Egun Beniot, Soa Benzike, Osava, Missail Bianahoritis, and Tefken in Novina Nivol. Obeim Shoiseri, Egun Beniot, Soa Ben Batriar, Shis Baba, Vakerolus Bima, Son Tefken in Novina Nivol. Jeff S. Marot and Jeff Yot, Nim Shirin, and Beb Nevma is Oweb, Titrias and GK. Beloved Samawat, our Father out in heaven. Hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, forgive us our trespasses, as we forgive those that trespass against us, and lead us not into temptation, but deliver us from evil. Give us this day our daily bread, forgive us our trespasses. خم بخريستوس يسوس بن شوي كيف لاشي موتو كير كلماتي ينو بين سو كيريه روس هو من سيوم تابو وامين ايو اني باسي كتوب نماتي سو وماس تودرس كايد وات مستان دلو فازا هو بوك ابو ابوستين سوك تطفن وبيت تطفن 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 تسيب دور سبير If then the event now also master give great apostle to talk about no hatred to forgive sins and purse and do now also master good to goodness for love mankind. You will serve my father with the making those about the head with fellow dismiss us your mess and the bread of sins if we can with anger shot with any foot wood or foot adults. O master on the weakness of men and good of mankind, O God, the answer against our sins, but ask for us to still feel fear and scripture when we will the plant one with the father. مين كنيالايسون أمين الليلويا زوك سابت لي كايوك أجيوم نماتي كنك ويك استوسيون استونيون آمين تنعوش نبوليكو جيو بنشويس إيسوس بخريستوس إزمونا إيرن تدفي ماري بك ناينم تكيرين وين صفتن بك لاوت صوتن مونو ونايان كنيالايسون يا ملك السلام أعطنا سلامك قولنا سلامك فانا خطايانا لأن لك الملك والقوة مجد أبد أمين كان مسكين نقول لك كل شكر أبا الذي في السماوات أو فوض أو تنهبن Hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. Forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. Lead us not into temptation, but deliver us from evil. In Christ Jesus our Lord, for thine is the kingdom, power, and the glory forever and ever. Who had the pre-servant, please go. Pre-servant now, and تفضلوا حضرتكم ارتاحوا. بسم الله والابن الروح القدس الاله الواحد امين. كل سنة وحضراتكم طيبين. النهاردة عشية حاجتين سمعناهم في السنكسار النهاردة. أول حاجة
العثور على رأس القديس يوحنا المعمدان. أما الجزء الثاني وهو نياحة البابا كرولوس القديس، البابا كرولوس السادس. طبعا القديس يوحنا المعمدان هو أعظم مواليد النساء، وهو الذي شهد للحق، والحق هو السيد المسيح له المجد. كل كلامه كان كله عن الحق، ولدرجة إن هو استشهد بسبب إن هو بيقول الحق. وده أول درس نتعلمه، كن أمين، كن أمين، be faithful، كن أمين إلى الموت فسأعطيك إكليل الحياة. ده أول درس نتعلمه من القديس يوحنا المعمدان، هو الشهادة للحق. حياتنا تكون حق، فيهاش الكذب، لأن الكذاب أبو الكذاب زي ما قال الكتاب، والكذاب هو عدو الخير الشيطان. فمهما الإنسان يفكر لازم ينبغي أن يطاع الله أكثر من الناس. دائما الإنسان يكون حقاني، مش حقاني عشان نفسه، حقاني مع كل واحد ومع نفسه كمان، ياخد الحق من نفسه. فده أول درس نتعلمه، كن حقاني، كن شاهد للحق، كن أمين. أما البابا كرولوس السادس القديس، زي ما بيقول الآباء، شهية هي أخبار القديسين مثل الماء للغروث الجدد. شهية يعني الواحد تبقى مفرحة كده، بتبسط الإنسان لما بيسمع عن أخبار القديسين، عن القديسين. وعاملة زي المية، لما يكون لسه زرع زرعينه جديد، المية بتجيله فبتقويه وبتديله الحياة. فأحب أن احنا نتكلم عن أربع دروس من حياة البابا كرولوس. الدرس الأول عندما كان شابا، والدرس الثاني عندما ترهبا، والدرس الثالث عندما صار بطريركا، وأخيرا الدرس الرابع هو شفاعة صداقة القديسين. الدرس الأول عندما كان شابا، كان في بيته، وهو في البيت مع والديه كان عايش عيشة تمجد الله. كان زي ما سمعنا في السنكسار أنه كان دايماً بيقرأ الكتاب المقدس وبيصلي، وحياته فعلاً بتشهد لربنا. فأحياناً الشباب أو أي حد يعني كان شباب بيفتكر أن فترة الشباب دي فن، وكل حاجة يعني يقدر يعملها بيعملها، زي ما قال سفر الأمثال، أذكر سفر الجامعة آسف، أذكر خالقك في أيام شبابك. هنا قال أذكر خالقك عشان تفتكر سبب وجودك، وسبب الكينونة أو الوجود لينا هو الله. فبقول لنا أذكر خالقك في أيام شبابك. فأيام الشباب دي الإنسان يفتكر ربنا قبل ما تيجي السنين والأيام والتعب والمشاكل اللي بتحصل مع كبر السن. فياريت ده الدرس الأول اللي نتعلمه، الحياة الداخلية لكل واحد مننا في بيته، مش في الكنيسة بس، في البيت، في المدرسة، في الشغل، في كل مكان. الحياة الداخلية، الحياة الغير منظورة اللي مش شايفها أي واحد لكن شايفها هو ربنا. فزي ما قال اللي قلتموه في المخادع يعلن في السطوح أو في الأماكن العالية، ما هو مكتوم إلا ويعلن. فكان المكتوم عن البابا كرولوس حياته المقدسة اللي عايشها، وأعلن لنا كلنا وشفنا حياة البابا كرولوس ديت. فيبقى الدرس الأول الحياة الداخلية، لازم حياتنا تمجد ربنا، مش نحن بس بنيجي مظهر وكلام زي ده، لا، الحياة الداخلية اللي في البيت، الحياة اللي ما حدش شايفها. زي البابا كرولوس كان اسمه عازر زي ما سمعنا، وعايش الحياة التي تمجد الله في بيته جوه أوضته، مش جوه أوضتنا نعمل حاجات لا تليق بأولاد الله، لا، جوه أوضته موجود يمجد الله جوه أوضته. العين اللي مستخبي عن عينينا مكشوف لربنا وشايفه. عشان كده أحبائي، الحياة الداخلية، الحياة اللي بتمجد ربنا،
وديت اللي ربنا بيحاسب كل واحد عليها. اللي مكتوب هيعلن في اليوم الأخير، ممكن يعلن حتى على الأرض. فدي نمرة واحد. نمرة اتنين، كانت نتيجة الحياة والتربية اللي ترباها اترهبن وشاف مثل لقدامه. أبونا تدرس البراموسي زي ما سمعنا في السنكسار، فشاف مثل قدامه. لما يكون كل أطفالنا وشبابنا بيشوفوا أمثلة قوية، نماذج حلوة تمجد ربنا، هي يعني يحصل إيه بقى؟ يتشجع كل واحد ويبقى. وده دور الأب والأم في البيت، إن هم يشجعوا أولادهم على الصلاة. لما يشوفوا بابا وماما بيقفوا يصلوا، شوفوا بابا بيصلي ماما بتصلي، المنظر ده مش هيتنسي منهم. لما يكبروا يقولوا آه بابا وماما كانوا بيصلوا. فتأثر هو بالحكاية دي وراح اترهبن، والرهبنة زودت عنده كمان الحياة الروحانية أكتر وأكتر. وزي ما كنا بنسمع أنه كان مداوم على التسبيحة والصلاة وقراية الكتاب والقداسات اليومية اللي كان بيعملها في وقت الرهبنة. ما كانش بيكسل في حياته حياة نشاط. فالدرس الثاني اللي نتعلمه، الدرس الثالث، لما عاش حياة الوحدة، وكل واحد مننا يقدر يعيش جزء من الحياة دي في آخر اليوم، الجلسة الهادئة الروحية مع كل واحد مننا اللي بيسموها quiet time، كل واحد يقعد مع نفسه كده يفكر في إيه الأحداث اللي مرت به ويطلب مغفرة من ربنا، يصلي، تبقى حياة الوحدة دي. لو كل يوم كل واحد مننا خصص ربع ساعة كده يقعد فيها مع نفسه ويقدم توبة لربنا وحساب نفس يومي عن كل أعمالنا. النقطة اللي بعد كده اللي نتعلمها، بعد ما ترسم البابا كرولوس بطرك بقي بطرك، حياة التواضع كترت معاه قوي، وبقينا بنشوفه متواضع في أي مكان يروحه، بيروح في تواضع. حتى لما كنا بنشوفه كان يعني طريقة الأسلوب بتاعه كله تواضع، إنسان متواضع. فالإنسان الأب والأم يتعلموا أن هم يكونوا متواضعين مع أولادهم، الكبار السن يتعلموا يكونوا متواضعين، لأن يعني أينما وجد التواضع سكن الله فيه، زي ما قال أحد الأباء، أينما وجد التواضع ربنا هيسكن فيه، زي ما حصل مع أمنا العذراء، نظر إلى اتضاع أمته، تواضعها خلى ربنا سكن فيها وولد من أحشائها، أخذ جسد زينا. فالتواضع ده مش بالكلام ولا بالمظهر، ولكن بالحياة اللي جوه. ليه؟ لما كل واحد يقول أنا يعني أنا مستحقش، وبعدين تحصل أي حاجة، نلاقي اللي ما اللي بيقول على نفسه أو اللي بتقول على نفسها مش مستحقة، نلاقي بقى الصوت العالي والنرفزه والكلام الذي لا يليق. أمال فين التواضع ده؟ عشان كده أحبائي التواضع يظهر، بيقول اغضبوا ولا تخطئوا، لا تخرج كلمة رديئة من أفواهكم. يبقى حياتنا فعلا بتمجد ربنا، ده التواضع الحقيقي. مش تواضع أن أنا هلبس لبس مش عارف رخيص جدا، وألبس لبس مقطع، أو أمشي جنب الحيطة، أو ما يكون ليش رأي. لا، شو ده التواضع الحقيقي؟ المسيح له المجد اللي قال تعلموا مني لأني وضيع ومتواضع القلب فتجدوا راحة لنفوسكم. لما جه موقف خطأ عالجوا بسرعة وبشدة وبحزم، طرد البياعين من الهيكل اللي كانوا بيبيعوا وبيشتروا لحساباتهم. ونمرة اتنين، لما واحد لطمه بالألم قال له يا صاحب لماذا تلطمني؟ عشان كده الإنسان المتواضع إنسان حازم، ولكن في نفس الوقت هو متواضع لا يخطئ. عشان كده أحبائي سمة التواضع دي أو صفة التواضع فضيلة مهمة، ويقولوا لنا الآباء إن هي السور اللي بيحمي كل فضيلة. لو ليه؟ لأن الكبرياء هو بدء كل خطية، الكبرياء هو بدء كل خطية، ولكن الفضيلة أو حامي لكل فضيلة هو التواضع. فالإنسان المتواضع أو الإنسان المتواضعة ربنا بينظر إلى هذا، إلى المنسحق القلب. الإنسان المتواضع هو ده اللي ربنا يباركه. وعشان كده بيقول لنا القديس يعقوب الرسول،
آية مخيفة، الله يقاوم المستكبرين أما المتواضعون فيعطيهم نعمة. الإنسان المتواضع ربنا بيديله نعمة أكتر وأكتر وأكتر، زي ما حصلت أمنا العذراء الممتلئة نعمة بسبب فضائلها وبسبب تواضعها اللي كانت فيه. آخر درس هو صداقة القديسين. يعني أكتر واحد سمعنا عن صداقته للقديسين هو البابا كرولوس، وكلنا عارفين قصة بتاعته مريمينا، ومن صداقته القديسين بنى دير لمريمينا، وكان بيشتهي أنه يبني له دير، وفعلا بنى دير واتدفن كمان يعني في الدير اللي هو في دير صديقه السماوي. وعشان كده الكنيسة هي قسمين، القسم الأول في السماء والقسم الثاني هو على الأرض. القسم الأول اللي في السماء هو الكنيسة المنتصرة، الكنيسة الغير منظورة اللي مش شايفينها، ولكن الكنيسة اللي على الأرض هي الكنيسة المجهدة، الكنيسة المنظورة. فيا بخت من كان له شفيع، من كان له صديق في السماء يكون فيه صداقة. تبدأ الصداقة بناخد ربنا أولا صديق، وناخد قديس من القديسين أصدقاء لينا، ونقول له اطلب من الرب عنا ليغفر لنا خطايانا. دي الصداقة الحقيقية. الإنسان اللي ما بياخدش صداقة للقديسين هو بيخسر، هو هي اللي بتخسر، دي حاجة مفتوحة للكل. لكن اللي بياخد صداقة دي، شفنا عملي، درس عملي، صداقة البابا كرولوس ومريمينا، لدرجة ان حد من الاباء قبل ما يترسم اسقف كان يعني شاب وبيسمع عن البابا كرولوس، فكان يقعد كده يعني زي ايه اللي كل حاجة يصلي لها وما بياخدش دور عملي في يقوم بيه. فيجي مشكلة، فاول ما سمع البابا كده طلب ان هو يقابله، فقال له انا عايزك انت تبقى تشتغل معايا سكرتير فترة اللي جاية ديت، طول ما يقول له اي حاجة ولا يجرحه في حاجة. فجت واحدة تقريبا وجايبة مشكلة بتقول مشكلة، فراح البابا ندهله قال له اكتب مشكلتها وحط المشكلة بتاعتها على مذبح الملك ميخائيل، والتاني اكتب مشكلته وحطها على مذبح ماري جرجس، والتالت مذبح وهكذا. فهو بينه وبين نفسه ايه ده، ده بدل ما يتصل ويشوف لهم يعني طلباتهم قاعد يقول نصلي ونحط على المذبح ده والمذبح ده والمذبح ده. تاني يوم المجموعة اللي جات بالشكاوى بتاعتها دي راحت، اول واحدة جات وبتقول له انا فرحانة جدا بسرعة الطلب بتاع اتنفذ، والتاني والتالت بسبب ايه؟ صلى للاباء القديسين، لان الصلاة اللي بالايمان تنقل الجبال، زي ما سمعنا النهاردة اللي في الانجيل بتاع العشية، ان الصلوات اللي كان لي ايمان ينقل الجبل، زي ما حصل في او الجميزة، زي ما قال لو كان لكم ايمان مثل حبة الخردل. فبصداقة القديسين الانسان بياخد بركات كتيرة. يبقى الدرس الاول هو الحياة الخفية في البيت تبدأ، اذكر خالقك في ايام شبابك. نمرة اثنين حياة الصلاة وقراية الكتاب والدوام عليها الاستمرارية. نمرة ثلاثة حياة الخلوة الروحية أو الجزء اللي quiet time بيسموه. وأخيرا صداقة القديسين، بركة وشفاعة القديس يوحنا المعمدان والبابا كرولوس تكون معانا لإلهنا كل مجد وكرام من الآن والأبد أمين. إن شاء الله بكرة القداس من 8:30 إلى 11، والحنوط أهو موجود عند المقصورة. وكل سنة وانتم طيبين، تفضلوا نصلي وجعلنا مستحقين أقول بشكر أبانا الذي في السماء. محبة الله الأب الحيد ربنا والله مخلصنا يسوع المسيح، شركة موهبة عطية قدستك مجمع بسلام، سلام ربي يكون معك.